صحاب كي دي بي، شحال هادي ما شفناكم، تبارك الله عليكم. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تصوبوا الدخلاني ديال كالورين بوك باتباع واحد الخطوات قليله. غادي نحاول نجعل هذا البروسيس هذا كامل سامبل بالنسبه لكم، باش اللي ماشي تكنيك يتهوى يتبع معنا. سو بمناسبه اننا وصلنا الحمد لله ل 100,000 مشترك ومشتركه في القناه، هضرت مع فيكسلز قلت لهم فيكسلز تهلاو فينا وفي المشتركين ديالنا، شنو غادي تقدروا ديروا معنا؟ غديروا معنا شي جيف اواي ولا كيفاش؟ ولا نوضوا الصداع؟ قالوا لي عدنان ماشي مشكل، حشومه انت الدار الكبيره والمشتركين ديالك الدار الكبيره غادي نتفوبره عليكم، ماشي مشكل بواحد الجيف اواي. سو جوج ديال الناس ان شاء الله غادي يربحوا معنا اشتراك لمدى السنه، وغادي ياخذوا كي دي بي سبسكريبشن ديال فيكسلز. اش كتعني؟ غيقدروا يداونلوديو كاع داك الغلوفه ديال الكتبه اللي عند فيكسلز، الدخلاني ديالهم، داك الكالورين بوكس وداك الشيء هذا كامل، كل شيء موجود في داك السبسكريبشن هذيك، غير اللي ما بغاش يخدم. وغادي يعطيوكم حتى واحد الاكسكلوسيف باندل الخوت اللي هو عباره على رسومات اللي تقدروا تستعملوا في الكالورين بوكس ديالكم. غادي نهضر لكم على كيفاش تاخذوا حتى هو في الاخر ديال الفيديو، فتاكدوا انكم تتبعوا معايا الفيديو كامل، وفي الاخر غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله. اوكي الخوت، فاش تبغيو تبداو تصوبوا شي كالورين بوك خاصكم يكون عندكم شي ارت بحال هكذا، ولا تكون غير شي فوتو، ولا شي ارت يكون فيكتوريزي، ولا شي حاجه بحال هكا. كاين بزاف ديال الطرق ديال كيفاش فيكتوريزي الارت، وتقدر تصوب ليه الاوتلاينز، ولا تحيد لي كولور منه وتخلي غير الخطوط بحال هكا باش تعمر داك الارت هذاك وتلونه. ان شاء الله غادي نقدر نهضر على هذه المساله هذه في شي فيديو واحد اخر. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تجبدوا مثلا ارت جاهزين من فيكسلز بحال هكا وتحطوهم في كانفا وتصوبوا الكالورين بوك ديالكم. غادي نوريكم كيفاش تجبدوا لي ديمونسيون بالنسبه للكالورين بوك ديالكم وكلشي. هاد النوبه غادي نخدموا بواحد الباندل اللي فيكسلز عطاتني باش نعطيكم الخوت، بمناسبه ان التشانل ديالنا وصلت لكثر من 100,000 مشترك. مبروك علينا ومبروك عليكم. في الاخر غادي نهضر لكم على الجيف اواي وعلى كيفاش تاخذوا هذا الباندل هذا اللي غادي نصوبوا به الكالورين بوك ديالنا بلا فلوس. تبعوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش. ها هو داك الباندل اللي قلت لكم عليه، اجي نشوفوا الدخلاني ديالو كيفاش داير. ها هو الدخلاني ديالو، فيه بزاف ديال الاوتلاينز اللي غادي نخدموا عليهم الكالورين بوك ديالنا. هانتوما فيه بزاف ديال الارت، كشي صافا نقيقي، يعجبهم هادشي الدراري الصغار. دابا عندنا هاد الارت هذا بلا ما نحتاجوا عاد نصاوبوه، كما قلت لكم في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نصاوبوا هاد الارت هذا ونجيبوا حتى من دي فوتو ولا شي فيكتورز اللي تقدروا تصيبوهم بلا فلوس في الانترنت. الا بغيتوني ندير فيديو على كيفاش تصوبوا الاوتلاين ديال الارت، يعني هذا الرسم هذا بدون الوان، كيفاش نجيبوه من دي فوتو من الانترنت من جوجل ومن دي ريسورس في الانترنت، ولا يكون داكشي فيكتوريزي وداكشي هذاك ونحيدوا منه الالوان ونخليوه غير الخطوطه ولا سكتش باش نقدروا نلونوهم من بعد، قولوا لي لتحت في الكومنتس. وكل ما كان التفاعل تحت في الكومنتس على هذه المساله هذه، كل ما غادي نعرف باللي كاين الطلب وغنصوب لكم هذا الفيديو هذا. دابا منين عندنا هذا الارت ديالنا غادي ندوزو للنكست ستيب. نكست ستيب هي خصنا نعرفوا لا ديمونسيون ديال البوك ديالنا ولا ديمونسيون اللي غنصوبوا بهم لي باج، لان هادو جوج ديال الحوايج مختلفين. خاصنا نمشيو لجوجل ونكتبوا كي دي بي تولز اند ريسورسز، وغادي نبركوا على هذا اللين هذا، غادي نهبطوا لتحت وغادي نبركوا على داونلود كالكوليتر. فاش كنبركوا على داونلود كالكوليتر كيجبد لنا هذا الاكسل فايل هذا، بهذا كتقدروا تجيبوا كاع السايزز ديال التمبليتس اللي بغيتوا الخوت، اما الكفر ولا المانوسكريبت وذ بليد ولا المانوسكريبت وذاوت بليد. حنا باغيين بلاك انك اند وايت بيبر 8.5 على 11 انشز و100 بيجز. فاش كندخلوا هذه المعلومات هذو، الا بغيتوا الكفر، حنا ما باغينش الكفر دابا، باغيين حنا المانوسكريبت، ولكن الا بغيتوا الكفر كتبقوا على كفر وكيبين لكم السايز ديال الكفر الخوت اللي هو هذا كامل بحال هكا. هذا هو النيميرو اللي غتدخلوا في الكانفا في العرض، وهذا هو النيميرو اللي غتدخلوا في كانفا في الطول، لان فهادي الا خدامين في كانفا ولا باي سوفتوير، لان كتزيد عليهم حتى السباين اللي هو داك الغلظ ديال الكتاب اللي هو هنايا في الوسط. شويه هادشي تكنيك ولكن غير تبعوا معايا. دابا حنا ما غاديش نخدموا على الكافا، حنا كنا هضرنا على كيفاش تخدموا على الكافا في البلاي ليست ديالنا ديال كي دي بي، ولكن بزاف ديال التيتوريالز في يوتيوب اللي كيفسروا هاد المساله هادي، فداك الشيء ساهل بزاف. دابا حنا بغينا المانوسكريبت ويذ بليد. شنو غادي ناخذوا؟ غادي ناخذوا من هنايا لهنايا بالنسبه للعرض، ومن هنايا لهنايا بالنسبه للطول، يعني غادي تكون 8.625 انشز ديال العرض، وهنا غتكون 11.25 انشز ديال الطول. دابا اجي ندخلوها في كانفا بحال هكا، نبركو غير على هذه لان ديجا استعملتها، وكيعطينا الباج ديالنا بلا ديمونسيون اللي باغيين. دابا الباج الاولى شنو غادي تكون؟ غتكون هي داك ذيس بوك بيلونغز تو، يعني هذا الكتاب ديال فلان وفلان. كيفاش غنصاوبوها؟ غادي نمشيو نبركو على تكست، نبركو غير على هذه اللعيبه هذه، غتعطينا اي تكست وغادي نكتبو ذيس بوك بيلونغز تو بحال هكا. انا ما عاجبني
عجبنيش هذا الفونت هذا غادي نبدلوه بداك السكيني فونت كيعجبني سميتو اماتيك هو هذا نبكو عليه ها هو تبدل نكبروه شي شويه ونقادوه بحال هكذا يجي زويون دابا غنزيدو واحد الشريطه هنايا كي غنديروا لا غادي نمشيو غير لداك اليمنتس بحال هكا غادي نبكو على هذه اللعيبه هذه غنطلعوها هنايا بحال هكا زوينه غتجي نصغرها شي شويه ها هي في الوسط غادي نرجعها بحال هكا ممكن نصغروها شي شويه اوكي مزيان هذا السايز بحال هكا عاجبني تقدروا تزيدوا اي حاجه بغيتوا ولا تزيدوا شي جرافيكس ولا شي لعيبات اللي بغيتوا انا غير تنوريكم ان اكزامبل ما فيه ما نضيع الوقت مقعد نقاد داكشي هذا لاباج اللي موراها غادي ديروا فيها الكوبي رايت نوتيس اكان غادي نكتب كوبي رايت بحال هكا بغيتوا تبدلوا الفونت بدلوه مرحبا ما بغيتوش خليه هو هذاك ات دازنت ماتر وهنا غادي تكتبوا داك الكوبي رايت نوتيس ديالكم غتقولوا مثلا ذيس كالورين بوك از copyright of so and so name فهمتيني يعني هذا البوك راه ديال فلان وفلان يعني ما تشفروش ما ديرولوش ديستريبيوشن داكشي هذاك راه كاين واحد الكوبيرايت نوتيس موجوده في الانترنت وكاع الى حرفت لكم سيروا غير شي بوك اللي كاين في كي دي بي ونقلوا داكشي اللي دايرين في الكوبيرايت ديالهم غير بدلوا السميه ديال لوتور ولا الكاتب بالسميه ديالكم نتوما باش ما تبانوش ناقلين كلشي ولا لا بغيتو تبدلوا شي حوايج بدلوهم المهم خذوا انسبيراسيون من بلايص واحد اخرين دابا الى جينا نفكروا هذه هي الباج الاولى الباج الاولى فاش كتحل الكتاب كتكون هي اللي علمنا ياك دابا هاد الباج اللي نفغي دورتيها كتجي هاد الباج هادي على اليسار ياك دابا في الباج اللي موراها غنديروا اد بيج غادي نزيدوا الديزاين ديالنا غادي نجيبوا اي واحد من هادو نتوما غادي تختاروا الثيم ديال داك الكالرين بوك ديالكم مثلا غيكون ثيم ديال اليونيكورنز ولا اي حاجه ولا الانيمالز ولا الالفابيت ولا اي حاجه بحال هكا نحطوه بحال هكا وكنحاولوا دائما نكحزوا شي شويش من الوسط ما نبغيوهش يكون في الوسط 100% علاش لان هنا على اليسار تيكون داك سباين تيكون داك العرض ديال الكتاب واكل شي شويه من هاد البلاصه هادي فكنكحزو هذا شي شويش على اليمين نيكست بيج ها شنو غنديروا غادي نغطوها كحله الخوت علاش كنديروها كحله لان الا رسمتي هنايا ودورتي الباج وكان حتى هو رسم تما كيولي المداد كيسيل شويه من هنايا لهنا عاوتاني من لهنا لهنايا فحنا كل باج غادي نديروها برسم واللوراني ديال الباج غادي نديروه كحل باش المداد ما يسيلش للجهه الاخرى فهمتوا ولا ما فهمتوش كنظن مفهوم هذه القضيه هذه ايماجين ان هذا القدامي هذا رسم واللوراني كحل دابا هذا القدامي رسم وهنا غادي نديروه كحل لان هذه هذا هو اللوراني ديال هذا الباج هذه هذا القدامي وهذا اللوراني كما قلنا هذه الباج الاولى اللي غتكون على اليمين ملي كتفتح الكتاب كتكون هذه على اليمين كتزيد دورها هذه غتكون على اليسار كتزيد تكحز على اليمين هذه على اليمين فاش كدورها هذه على اليسار اللي هي الباج الكحله مفهوم القضيه دابا سمحوا لي عاود شي شويه لان كاين شي ناس ما يقبطوش هاد الديتاي هذا دابا اش غنديروا باش غادي نديروا الباج الكحله هنا غادي نجرب هاد اللعبه هذه وغادي نعمروا بها الباج وغادي نبدلوا لها اللون ديالها بحال هكا يولي كحال سي بون غنكوبيها عاوتاني غنهبط لتحت وغادي ندير اد بيج غادي نزيد ديزاين بحال هكا نكحزو شي شويه عاوتاني على اليمين كما قلت لكم باش نخليو شي شويه من هنا خاوي لان كياكلوا الوسطاني عاوتاني لتحت باج كحله بحال هكا عاوتاني زيد باج وانت غادي وانت غادي وانت غادي حتى كتوصل ل 100 ديال لي باج فاش كتسالي 100 ديال لي باج شنو كدير كتمشي لهنايا وكتبك على داونلود كتبدل هذه البي دي اف اما بي دي اف ستاندرد ولا بي دي اف برينت ات دازنت ماتر بحال بحال نبكو على بي دي اف ستاندرد وغادي ندير داونلود وغادي يطلع لك المانوسكريبت ديالك مقاد كلشي مزيان كما كتشوفوا الخوت فيكسلز عندهم بزاف بزاف ديال هاد الكالرين بوكس جاهزين خاصكم غير نتوما تقادوهم في الدوكيومون ديالكم وكتقدروا ديروا بزاف ديال الكومبينيشنز طنيور ديال الكومبينيشنز الخوت راه ما تصنع في الكالرين بوكس وداكشي ساهل ما عندهم حتى لي كوفير وتقدر تصنع لي كوفير ديالكم داكشي ساهل حتى هو دابا قبل ما نهضروا على الجيف اواي اجي نهضر لكم على البرايسين ديال هاد السيرفيس هذا قاش راه ديريكتومون ليا بالكيف اواي وهنا غنفسر لكم علاش سو ديسكاونت اليوم الجمعه والسبت والحد غادي يكون 35% نهار الاثنين غادي يرجع 25% كيف ما كان من قبل والكيف اواي هي عباره على جوج ديال الريفاندز من هذا البلان هذا يعني باش تدخلوا في الكيف اواي خاصكم تشريو هذا البلان هذا وجوج منكم فائزين منكم غادي يربحوا جوج ديال الريفاندز ديال هذا البلان هذا يعني غادي تصدقوا واخدينو فابور باش تدخل في الكيف اواي عاوتاني ادخل الكيف اواي لينك اللي غادي يكون
لتحت في الديسكريبشن، تبع الخطوات وغادي تدخل الجيفاوي ديك الساعات، غتدخل الايميل ديالك وداكشي هذاك باش نعرفوا شكون اللي داخل في الجيفاوي. وبالنسبه للناس اللي باغيين داونلودوا هذا البندل هذا اللي وريتكم، غادي تدخلوا لهنا غتبركو وغادي داونلود لكم في البلاصه. هذه من عندي من عند فيكسوز بلا فلوس الخوص، بصحتكم وراحتكم. سو الفائزين غادي نعلنوا عليهم ان شاء الله في انستغرام ستوريز عندي في الانستغرام ديالي ماستر ادي بي نهار 25 اكتوبر، فتاكدوا انكم تتبعوا معنا، واللي مازال ما متبعنيش يدخل عندي الانستغرام @masteradp باش تشوفوا واش ربحتوا ولا لا. وحد سعيد للجميع. وبالنسبه للناس اللي باغين يبداو في ماتش با امازون ما عندهمش الكونت ما تقبلوش، ولا كيعرفوا شي واحد اللي باغي يشري كونت ديال ماتش با امازون، راه عندنا السيرفيس كما قلت لكم ديال لا كرياسيون ديال لي كونت ديال ماتش با امازون، وكيوصلوكم في ظرف 24 ساعه. الحمد لله احسن سيرفيس لحد الان، الناس كيشكرونا، كل شيء موجود في الريفيوز ديالنا في انستغرام. غير قلبوا على راسكم، سولوا في السوشيال ميديا على السيرفيس ديال لي كونت ديال ميستر ادي وغادي يوصلكم الاخبار. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو الخوت، الى عجبكم ديروا واحد لايك باش اليوتيوب الجوريثم يطلع هذا الفيديو لبزاف ديال الناس والافاده تعمي ان شاء الله. اشتركوا معنا في القناه الى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم باش ما تفوتكم حتى شي معلومه، بارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد، وخليوا لي الاسئله ديالكم لتحت في الكومنتس. شكرا بزاف ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.